جبتي قبل كده سيرة ساعة صغير في مكان؟ ايه فعلا؟ من اسبوع. من اسبوع؟ كلمتي عليه فين؟ مع بسمة وهبي، دكتور بسمة وهبي. كان سعد الصغير؟ ايه. هو اللي قال عليكي سؤال. شو قال ايه؟ سؤال قال ايه؟ ما اعرفش. قال ايه؟ يلا يا يوسف قال ايه؟ شو؟ قال قليلة أدب وبترد؟ لا قال رديت عليه. رديت عليه بس انه موضوع عن جد ما قاله والله ما قاله يعني ما قاله طعم. لا انت يعني الاعداد بيقول لي ان انت اتكلمتي عن حد بس ما قلتيش الاسم. بلى قلتي الاسم؟ هنجيب التسجيل. ما كانش الاسم موجود. كان الفيديو اتحط؟ حطوا الفيديو. كان في احمد سعد. ما حطوا الفيديو. كان في احمد سعد الفيديو صح؟ سعد الصغير. وكان في بعد مين كان معنا بعد؟ مين يا يوسف؟ بس انت ما قلتيش الاسم. فاكر تقريبا فلوكس. مين كان في ده؟ مين؟ فلوكس تقريبا. احمد فلوكس. برافو عليكي. طيب. يعني هيدا من اربع خمس سنين. هي حطيت بس هي الموضوع انه عرفتي فوق ما يعني ما له طعمه. يعني هي بس حتى نعمل سبايسز للحلقه. ما رجعتوش اتقابلتي انت وهو تاني؟ لا ولا اتكلمتي؟ لا عشان كده ما جبتوش معاكي في برنامج. بالعكس انا طلبته كان بدهم اياه وما بعرف هاتهم اختلفوا يمكن على موضوع الماده ماديات اكثر. بالعكس انا بحبه كثير وبحب صوته بس لانه دائما بس تكون بنت حلوه او لابسه مهضوم يعني بصير ينمسح معها بشكل هيدا بتطلع اخت رجال بتعمل صدمه.